ازيكم، اخباركم ايه؟ لا كاجوال فيديو كده بسرعه عشان كل الناس اللي سالوني ازاي ممكن نعمل تدريبات او اي حاجه نقدر نتدرب عليها او نكون مستعدين عبال ما نبدا الحصه بتاعتنا، لان طبعا كوفيد 19 خلانا كلنا نقعد وما نقدرش ان احنا نحضر حصص او ان احنا نبدا حاجه كنا حابين نتعلمها، او اللي كان فيه ياخد حصص فمش بي مش بيقدر هو يكمل الفتره اللي فاتت. فعشان نرجع نستعد تاني هقدم لكم فيديو صغير كده فيه حاجات نقدر نعملها علشان نستعد لبداية ان احنا نكون بنتعلم كمان. لحظة واحدة خليكم معايا. دلوقتي احنا هنبدأ ان احنا ازاي نقدر نستخدم الاوس، نبدأ نتدرب على مسكة الاوس كوكس. اولا الاوس احنا عندنا في ايدينا اليمين 5 صوابع، اوكي؟ خمس ايه؟ صوابع مش اربعة، اوكي؟ خمس بيبقى واحد قصاد الاربعة، واحد كبير قصاد الاربعة، يبقى مسكة الأوس واحد قصاده التالت والرابع مع بعض كده. بعد كده الصبع الكبير اللي هو التاني أو الأول في الـ4 أصابع دول بيبقى كيرفت كده، بيبقى مايل على جنبه وماسك الأوس نفس الشكل كده. والصبع الرابع أو الخامس الأخير بيبقى على آخر الأوس ويكون متني كده، تمام؟ ساعات بيكون مفروض مننا في الأول مفيش مشكلة عشان لسه مش متعودين أو مش ماكين الأوس، لكن بيبقى مع الوقت ان احنا نقدر ان احنا ايه نكون صباعنا متني كده شويه. مهم جدا الصباع الرابع لان من غيره القوس ممكن يميل، وهوريكم ازاي دلوقتي. مثلا ده القوس، نرجع كده شويه عشان نشوف. ده القوس، ده لما نخلي شعر القوس لتحت والكعب ناحيه اليمين. احنا قلنا ان القوس عباره عن عصايه القوس وشعر الحصان، الكعب كله عبارة عن الكعب هنا والمسمار اللي هي المكان، تمام؟ طبعا في الأول بقى شعر منخي خالص زي ما احنا شايفين، بنبدأ نشد شوية، بنشده زي ان احنا بناخد المسمار بنلفه ناحية اليمين، بس نخلي بالنا نشده جزء صغير بحيث ان يبقى فيه القوس يبقى ماسك نفسه. ما ينفعش اشد القوس قوي 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 بحيث انه يبقى مشدود بزياده او كده، غلط كده، غلط جدا، لان يعني القوس ما ينفعش يكون مقوس معايا بره، لا لازم يكون مقوس لجوه، متقوس لجوه بس ايه مش يعني هو اصلا الطبيعي بتاعه يكون القوس متقوس كده. انتوا شايفين الكيرف ده، ده الطبيعي في القوس. بنشد شويه بحيث ان الشعر يكون متماسك مع نفسه ما يكونش سايب، وفي نفس الوقت برضه يكون القوس ايه لسه مقوس، ما يكونش مفرود، ما يكونش متقوس لبره، ده مهم جدا. نبدأ نمسك القوس ازاي؟ زي ما قلنا الشعر تحت، الكعب والمسمار ناحية اليمين، نمسك القوس بإيدينا الشمال، نسنده يعني بإيدينا الشمال، نيجي بقى مسكة القوس، أهم حاجة إيدي هنا ستريت، أوكي؟ ما ينفعش أنا أتنيه كده وأرفع كده ستريت. نمسك القوس، نحط الصبع ده عند الفتحة اللي في بداية الكعب هنا، أوكي؟ ونخلي صبعنا إيه متني شوية. تمام؟ تمام؟ نيجي بعد كده الصبعين دول مع بعض يبقوا قدام الصبع الكبير اللي هما التالت والرابع. ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا هنا على حسب ما ايه نقدر نملك القوس شوية، بس لو يفضل ان الصبع اللي في النص اللي هو التالت يبقى قصاد الأول والرابع جنب. تمام؟ ما يكونوش ماسكين في بعض وسايبين القوس، يكونوا برضو مالكين هنا في الجزء ده. يجي الصبع ده يبقى زي ما قلنا ان مايل ايديه ناحيه قدام، بعد كده الصبع ده يبقى متني كده ايه كانه حاضن القوس زي ما قلنا، واحد ثلاثة واربعة كده، التاني حاضن كده القوس، يبقى عند الصبع الرابع هينزل اوريدي بطبيعته زي ما احنا شفنا اوتوماتيك كله، تمام؟ حركة القوس دايما زي ما قلنا بتبقى من الريست ومن الكوع، الكتف دايما بيكون تحت، ما ينفعش الكتف يكون مرفوع، حتى لو هرفع القوس ما ينفعش كتفي يترفع كده، غلط. كتف تحت، هرفع القوس كده، هرفع كوعي فوق او ينزل تحت، الكتف زي ما هو، تمام؟ حركه القوس بتبقى دايما فليكسبل قوي من هنا، ريست لازم يكون فليكسبل جدا 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 جدا، مش اوتوماتيك كده، وفي نفس الوقت ما ينفعش ايدي تبقى جامده، لا، لو طول ما انا بطلع ايديا فوق اول ما بطلع القوس فوق ده بتبقى متنية، لما بنزل تحت خالص ده بتبدأ تكون متنية لفوق، تمام؟ اوكي، هنعمل ايه؟ نجيب الكمانجة بتاعتنا، طبعا في الأول الكمانجة عندنا
مش متطوله خالص. فايا كان الوتر متظبط ازاي مش هيبقى ده المشكله خالص عندي دلوقتي. انا بس بتدرب ان انا ازاي اظبط ايدي على الاوتار ان انا اكون اقدر امشي. يستحسن ان يكون معايا كتافه واظبطها عشان بحس ان انا اقدر اسند دقني على الدقانه، يكون في كتافه طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بس لان ده مش ممكن يكون مش متوفر او مش سهل ان احنا نقدر نظبط الكتافه بتاعتنا. فهنخلينا نشتغل ان احنا نحط الكمانجه كده ونسندها بايدينا مبدئيا. ده طبعا مش احسن حاجه بس بقول مؤقتا. اوكي، نبدا ان احنا نقص زي ما قلنا ماسكين كده اهو. تمام، في بدايه القوس عندي هنقول مثلا نشتغل على وتر مي. مي اللي هو الوتر اللي هو الاخير الرفيع خالص. تمام، المي طبعا القوس بيبقى ايه نازل ستريت زي ما قلنا، مي يبقى يكون هو جنبي. تمام، ببدا في الاول خالص ببدا اشتغل ان انا ايه القوس على الوتر زي ما هي كده زي ما احنا شايفين. ببدا انزل شوف انا هنا ازاي نهيتنا ازاي ان الشعر بقى لبره والقوس ناحيتي انا. طب لما باجي اطلع بيبقى العكس، الشعر ناحيتي انا والقوس لبره. يعني معنى كده ان انا وانا بنزل بالقوس ايديا تكون مدنيه ناحيتي وانا بنزل زي ما احنا شايفين بقت ايدي ايه مدنيه لفوق، وانا طالع بتبقى ايدي كده وانا نازل بتبقى ايدي لفوق. تمام، نبدا هنضرب على وتر مي ونفس الكلام على وتر صوت. زي ما قلنا وتر مي القوس موازي لدراعي هنا، فدراعي بيكون جنب جسمي. حاجه كمان القوس لازم يكون موازي في الفرسه، دي الفرسه القوس يكون موازي ليها، ما يكونش كده وما يكونش كده. فاحنا دايما نذاكر قدام مرايه عشان نقدر نلاحظ دايما وجود القوس بتاعنا. اوكي، بعد ما نخلص مي نبدا ندرب عليه حوالي 20 مره مثلا. بعد كده نبدا ان احنا نتدرب على وتر سول. وتر سول هو اتخن وتر، وتر التخين خالص. اوكي، طبعا ده مش وتر، يعني ده مش النغمه بتاعت الوتر لان هو مش متظبط. انا هتعامل ان الكمانجه كده كده ايه لسه احنا ما خدناش حصص، لسه ما اتدربناش، لسه مش عارفين نتون ازاي. فطبعا دي حاجه لازم تكون معموله نعملها مع المدرس، فمش مش هتدخل في حته ان الوتر مظبوط ولا لا، ده مش مشكله عندي. انا المهم عندي النهارده ان انا ابدا ازاي ادرب ايدي بالقوس. طبعا القوس نفس الكلام لازم يكون موازي للفرشه. هتلاقي صبعك فرد منك مش مشكله، بس مهم جدا. ليه مهم؟ لان هو من غير الصبع الرابع القوس يقع مني. الصبع الرابع مهم ان انا باخد بالانس في القوس عندي، من غير القوس هيقع. تمام، في نفس الوقت ايدي مش متشنجه، مش قافش جامد كده، لا ايدي بسيطه خالص هاديه مالك القوس، بس في نفس الوقت فلكسبل. تمام، انا بلعب هنا على وتر صول، كوعي هنا زي ما اتفقنا ايه مرفوع لفوق، لان يعني القوس والكوع عندي هنا الاثنين موازين لبعض. برفع القوس برفع القوس برفع دراعي معاه، لو بنزل تحت بنزل بالقوس بنزل بالكوعي برضه، الاثنين يكونوا موازين لبعض. تمام، فلما لعبنا على مي القوس كان تحت فدراعي كان تحت، لما بلعب على صول القوس هيكون هنا على وتر صول والدراعي هيكون مظبوط. بذاكر دايما زاوية المراية تكون زي زاوية الكاميرا بالظبط، بكون شايف القوس بتاعي موازي للفرصة ولا عامل كده ولا عامل كده. ده مهم جدا، زاوية الكاميرا زاوية المراية نفس زاوية الكاميرا علشان اشوف زاوية القوس ماشي ازاي. تمام، نفس الكلام نبدأ نذاكر المراية من قدامي علشان اشوف القوس مظبوط معايا. اوكي، ده كده تمرين كده على السريع نقدر نعمله قبل ما نبدا ان احنا اي حد يكون بياخد تمرين او حصه مع اي مدرس ان شاء الله يبقى ايه قادر ان هو يبدا يتدرب شويه قبل ما ياخد الحصه بتاعته. شكرا واشوفكم في الفيديو الجاي.